الوقت اللي كنا نتهموا في قلب تونس بالفساد كنا غالطين. يا سيدي نحن بدلنا موقف ونحن في حملتنا الانتخابية كيف قلنا راهو حزب فساد شو تحب نقول؟ تخلو في الحملة كنا غالطين لأنه الأصل أنه وقت اللي تشوف فساد تقولها تحدو. اي كنا غالطين وقت اللي تشوف فساد. قالها البارح هو إلى يقول كولاج اللي قالها وشفت بك اللي كان حضرنا في جوهر المغربي وقال هذا انتصار لنا ورد اعتبار وغيره. دونك مش سهل باش تتهم انسان بكذا لكن هو زاد انا سمعت الكلام تاعه يقول راهي المساله مشخصنا ماهيش مرتبطه بحزب كامل. وتلاحظوا انه زاد سمير ديلو البارح يهرد خارج سرب جماعه النهضه الاخرانيين معناها وقال لا ومانيش ماشيين الانتخابات مانيش ماشيين لسحب الثقه وحاجات كيما هكا. لكن بون ينجم يجيك واحد يقول لك من شكر او ذم فقد كذب مرتين. يا اخي بسهوله باش تجي تقول لانسان وانت فاسد ولا انسان انت بيك وعليك ولا تقول انسان هاك كنت تكتب فيها في التقارير غدوه تلقى روحك معاه في حكومه. يلزم يرتبوا الامور. انا اللي لاحظته بصراحه منذ انطلاق مسيره الانتخابات التشريعيه والرئاسيه الاخيره ثم زعزعه كبيره داخل صفوف النهضه. اولا ما همش القرارات بالاجماع، الانتخابات يمكن ما كانش الكونديدا نتاعهم هما اللي حبوه امورو، في التشريعيه كيف كيف ما كانش الكونديدا اللي حبوا عليه ودازوه جماعة اخرين وادى كذلك الى اخطاء كبرى وادى لحد الان هي كحركه متماسكه وعندها قياده وغيره لكن تحس بثما شروخات كبيره. اليوم اذا كان ما اتهموش قلب تونس بالفساد وقال كنا غالطين معناها ثم طبخه تحضر فيها النهضه باش تحكم مع قلب تونس. قلب تونس يقول لك انا بعد ما شيطنت وقالوا علي مقرونه يا اخي هذا رد اعتبار ليا انا. لكن بالنسبه لي ريان ايت انكور جوي على خاطر غدوه نجم نلقاو داخل حركه النهضه اختلافات تبرز على خلفيه المؤتمر الجاي خاصه انه مرات الغنوشي موجود في المجلس يبعد على مجلس الشورى تبقى القوانين الداخليه ما عادش نجم يحكم. يعني بكل صراحه حركه النهضه اللي كانت معروفه متماسكه يعني اخر باستيون تاع التماسك ولا فيه عرك هما وجبه شعبيه كانوا ما يتعاركوش ثم العام اللي فات عملوا عركه شكون باش يخسر الانتخابات. اليوم النهضه تشوف اللي مبادرات سياسيه اما في ترشيح عبد الفتاح مولو اما في ترشيح القوام في التشريعيه اما في ترشيح الجملي كانت صراعات كبرى وفي كافه هذه الصراعات ثم خسارات كبيره ثم رواسب كبرى. هو كذلك سمير ديلو انا مره نحكي معه نعرفه صديقي قلت له سمير ديلو بران سمير ديلو بران يخرج الوقت اللي ثم تبدا ثم وجايع كبيره في السياسه. فقد خبر يقول الطبيب يغادر قصر الضيافه بعد لقائه لياس فخفاخ دون الادلاء بتصريح للزملاء الاعلاميين. يمكن الطبوبي باش يمشي من بعد يقابل النبي القادم شهر محمد الخامس ولا فيه رادس ما تستغربش. قعدنا نتبعوا في خطواتهم. يوسف الشادي يحكي على نتفليكس. سي البيجي الله يرحمه قال إذا خلالك الجو فبيضي وفرخي. يعني اليوم الأطراف اللي تدعو إلى سيناريوهات هذه متاع سحب الثقة من الحكومة ممكن ننصحهم بحاجة نقول لهم نقصوا شوية من الفرجة في نتفليكس ولا كل ربي عينهم. بون هو سيد رئيس الحكومة عمل البارح درصات والبد الباجي قايد السبسي وجماعة الباجي تغشوا قالوا له أنت كنت ضده وقتها وكي قال هو الجملة هذه أنت كنت متحالف مع النهضة. ثم ثانيا حكاية نتفليكس أنا قعدت بيتها نتفلش في نتفليكس تو ثم أفلام كيما ذا أيرش مان موجود كان في نتفليكس تما تو أفلام موجودة كان في هذاك مش معناها لو الأفلام الكل البارح حق شفت ترجمة في القناة الوطنية الأولى عادوا في الأخبار قالوا الأسماء العلمية الأفلام هذيك معناها تقول أنت سيونس فيكسيون سي با فري نتفليكس تلقى فيه 1917 فيلم مازال كيخرج جوكر وغيره وكذلك حبي ملكي بونتو لانه هو يوسف الشاهد هو انسان بين وانه كون دوله عميقه زاد البارح في الكلمه هذيك جبد على الانجازات اللي ما عندناش قاعدين نشاهدوا فيها قالها لنا وليد جلاد كنهار هو عاد نفس الكلام وتوا قياداتهم قاعدين يقولوا حققنا انجازات كبرى وغيره وكانه يحب يقول خلوني نزيد لمده اشهر على الاقل بين وانه دخل عن باب طريق الصدفة لكن صعيب باش يخرج ومشى قابل راجل غنوشي كي خرج قال في بهو مجلس النواب القديم الكلام هذايا. انا نحب نقول له الحق انا كمن الناس اللي نحب نتفليكس مانيش عامل بيلاتاج كما بعض الاصدقاء تاعنا اللي ديما يعملوا بيلاتاج حاضرين معنا هنا عندك كونت على الاقل دبل الكونت تاع بنتي هذا الحق نتفرج معاها راهو فيه زاد افلام واقعيه وحلوه لكن البارح يوسف الشاهد تحس فيه وكانه في موقع قوه
نص شاهد. يمكن باش توا احنا قبل كانوا عندنا ناس في الاهل الصوفيه يسميهم اصحاب الخطوه، يظهر لي يوسف الشاهد من اصحاب اللبدة. ويتنسي اكيد ساعه القليه القادمه باش تعطينا ربما باش يكتمل فيها المشهد، خاطر هكيك باش نكونوا قاب قوسين ربما، يا قال الاخر يا ابيض يا اسود، الزون الرمادي ما عادش عندها مكان ربما. شكرا لك سفيان، شكرا لكل الفريق التقني، موعدنا ان شاء الله جد غدوه.